بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بتلاميذ مستوى الأولى بكالوريا شعبة الآداب والعلوم الإنسانية وشعبة التعليم الأصيل مسلك اللغة العربية. إذن الآن سوف نصحح امتحان الجهوي لمادة الرياضيات الجهة الشرقية. نبدأ بالتمرين الأول. إذا نحل في آن المعادلة التالية، دونك المعادلة هنا، السؤال الأول حل المعادلة، اكتب تاع حل المعادلة. دونك المعادلة هي إكس يزيد ناقص سبعة إكس زائد 12 تساوي صفر. دونك كنحسبو دلتا، دلتا كيساوي القاعدة باش نعقلو عليها، بي يزيد ناقص أربعة في أ في سي، بي هي ناقص سبعة، يعني ناقص سبعة أس اثنان ناقص أربعة في أ هي واحد في سي هي 12. إذا تساوي ناقص سبعة أس اثنان هي 49 ناقص أربعة في 12 هي 48. إذا تساوي واحد، واحد أكبر من الصفر. إذا للمعادلة حلين، هما إكس واحد كيساوي ناقص بي القاعدة ناقص بي ناقص جذر دلتا على زوج أ، يعني ناقص بي، بي هي ناقص سبعة ناقص ناقص سبعة ناقص بي ناقص جذر مربع دلتا هي واحد على زوج أ، أ هي واحد تساوي ناقص ناقص سبعة هي سبعة، جذر واحد هي واحد على زوج في واحد هي زوج، سبعة ناقص واحد هي ستة على جوج كتساوي ثلاثة. إكس زوج كيساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على زوج في أ تساوي ناقص بي هي ناقص ناقص سبعة زائد جذر دلتا هي واحد على جوج في أ هي واحد تساوي ناقص ناقص سبعة هي زائد سبعة زائد واحد على جوج تساوي ثمانية على جوج تساوي أربعة. إذا كنديرو بهاد الطريقة أس هي الزوج جوج أربعة، هما الحلين عفوا ثلاثة أربعة. حل الأول ثلاثة وحل الثاني أربعة، سالينا مع المعادلة. السؤال زوج حل المتراجع. دونك المتراجع دونك لدينا أولا كنقلبو على الحلول ديال المعادلة. كنقلبو هنا عوض ما نديرو أصغرها بيساوي صفر. دونك المعادلة تاع المتراجع هي هادي، أصغرها بيساوي صفر. دونك كنكتبو المتراجع تاعنا هادي كنديرو تساوي صفر، يعني شنو لقينا؟ ديجا لقينا الحلول، لوكان ما لقيناش الحلول ندير دلتا ونمشي بنفس الطريقة، ولكن ديجا لقيت الحلول. فوقاش هادي كتساوي صفر، ممكن يكون إكس يساوي ثلاثة و إكس يساوي أربعة، يعني إكس يساوي ثلاثة أو إكس يساوي أربعة، يعني كتنعدم كتساوي صفر في ثلاثة وفي الربعة. إلا عوضنا إكس بثلاثة غنلقاو صفر، وإلا عوضنا إكس بربعة غنلقاو صفر. إذا نديرو جدول الإشارات نتاعها الحدودية، أنا إكس وأنا كندير الحدودية نتاعي، أنا من ناقص ما لا نهاية حتى زائد ما لا نهاية، كنكتب الحلين بالترتيب، الحلين هما ثلاثة وأربعة، دونك الترتيب ثلاثة أصغر من أربعة، كتنعدم هنا وكتنعدم بين الجدرين عكس إشارة أ، أ موجب، إذا بين الجدرين سالم وخارج الجدرين موجب، إذا المطلوب متى تكون أصغر أو يساوي صفر يعني سالبة، يعني هنا. فوقاش كتكون هادي الحدودية أصغر من الصفر، هنا يعني ناقص هي أصغر من الصفر، كون قال لي أكبر من الصفر هنا وهنا، إذا هنا شنو كندير أس؟ هاد المرسو هو من ثلاثة لأربعة، علاش غلقت المجال بين الجهتين؟ لأن عندي أو يساوي، لو كان عندي قطعة نفتح المجال، إذا انتهى السؤال الأول والثاني. السؤال الثالث دونك حل الندمة، دونك الندمة ثلاثة أ نحل الندمة، ألوغ الندمة اللي غنحلوها هي هادي، إكس زائد إيكغيك تساوي 450 ثم إكس ناقص إيكغيك تساوي 70. مزيان، أو نحسبو دي زينا، رور دي كنديرو معاملة إكس واحد واحد، ثم هنا واحد ناقص واحد تساوي واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد، ناقص واحد في واحد هي واحد تساوي ناقص زوج، يخالف الصفر، يعني عندنا حل واحد اللي هو إكس كيساوي دي إكس على دي. دي اكس دونك كنكتبو
دي بعدا هو ناقص زوج. بالنسبة للدي إكس كنحيدوهم تاوع الإكس ونعوضوهم بهذا 450 70، وهنا كنكتب هادو كيما هما 450 في ناقص واحد هي ناقص 450، ناقص 70 في واحد هي ناقص 70 على ناقص زوج تساوي ناقص 450 ناقص 70 هي ناقص 520. دونك ناقص 520 على ناقص زوج تساوي نختزلو ناقص مع ناقص، و 520 تقسم على زوج تعطينا 260، و Y تساوي دي Y على دي. قلنا نتاع بالنسبة لدي Y كنحيد نتاع Y وندير بلاصتهم 450 70 على ناقص زوج تساوي 71 70 ناقص 1 في 450 ناقص 450 على ناقص زوج تساوي ناقص 450 زائد 70 اللي حسبناها غنلقى 300 ناقص 380 على ناقص زوج. تختز ناقص مع ناقص 380 على جوج هي 190. دونك هذا هو إكس وهذا هو إيكغيك. إذا كنديرو بحال هكا، إذا أس هي الزوج 260 190 كذا هو الحل ديالنا. السؤال بي عنده علاقة بأ 100% لأن السؤال نفس يعني الموضوع. العدد الإجمالي لتلاميذ وتلميذات مؤسسة تعليمية هو 450. ألور أنا شنو غادي شنو السؤال المطروح هو حدد عدد الذكور وعدد الإناث. دونك غنديرو نضع إكس هو عدد الذكور وإيكغيك هو عدد الإناث. غنقلب على عدد الذكور وعدد الإناث. لدينا نقرر المعطيات ديالي الكود دي عدد الإجمالي يعني المجموع ديال الذكور والإناث هو 450، يعني إكس زائد إيكغيك 450. ها المعطى الأول مجموع كيساوي 450. المعطى الثاني وعدد الإناث إذا علمت أن عدد الذكور يزيد عن الإناث ب 70. عدد الذكور زائد عدد الإناث يعني عدد الذكور أكثر من عدد الإناث ب 70، يعني إكس عدد الذكور كيساوي عدد الإناث زائد 70، يعني هذا أكبر من عدد الإناث ب 70 تقيل. يعني نعاود نقرب إلا تالية، العدد الإجمالي لتلاميذ وتلميذات المؤسسة العلمية هو 450، يعني الذكور زائد الإناث هو 450 تقيل. ياك نقرأ المعطى الآخر، حدد عدد الذكور وعدد الإناث إذا علمت أن عدد الذكور أكبر من عدد الإناث ب 70، يعني عدد الذكور كيساوي عدد الإناث زائد 70. يعني غتولي لنا هنا بحال هكا إكس زائد إيكغيك تساوي 450، وإلا رجعت إيكغيك من هنا تولي إكس ناقص إيكغيك لما غترجعها من هنا تولي ناقص تساوي 70. ألوغ شنو المعنى ديال هذه؟ هذه هي هاد النظمة اللي حليت في الأول، أيا إكس زائد إيكغيك تساوي 450 إكس ناقص إيكغيك تساوي 70. أي شنو لقينا؟ لقينا إكس كتساوي شنو لقينا في الحل؟ إكس كتساوي 260 وإيكغيك لقيناها كتساوي 190. إذا عدد الذكور هو 260 وعدد الإناث هو 190 بكل بساطة. صحيح إلا جمعتهم غتلقى 450. إذا سالينا التمرين الأول نشوف التمرين الثاني. التمرين الثاني في التناسوية حتى هو غير العقل غتقدر تجاوب عليه. اشترى أحمد حاسوبا ودفع 1500 درهم كتسبيق. دونك التسبيق هو 1500 درهم تفقين؟ نكتبها الشيء حدانا باش ما نغلطوش. هذا المبلغ يمثل 30% من ثمن كل الحاسوب. هذا 1500 درهم دونك هذا المعطيات اللي عطاونا، هذا 1500 درهم كتمثل 30% من الثمن الكلي نتاع الحاسوب، كتمثل غير 30% ياك. ما هو ثمن الحاسوب؟ يعني 100% شحال غيكون؟ الى 1500 درهم غير 30 هي 30%، وشنو غيكون 100%؟ هو اكس. نقلبوا عليه، اذا اكس هذا هو الثمن. اذا هي الثمن الكلي للحاسوب هو اكس كيساوي هذا في هذا على هذا 1500 في 100 على 30
وغنحسبوا الآلة حاسبة مؤمن القول. دونك هذيك على 30، دونك إلا حسبنا بالآلة حاسبة نلقاو 5000 درهم. دونك 5000 درهم هو 5000 درهم، صحيح ديالها. دونك هذا هو ثمن الحاسوب. دونك سالينا التمرين الثاني، شوف التمرين الثالث. التمرين الثاني بسيط، غير خدم عقلك غتلقى الجواب. دونك التمرين ثلاثة، الوغ الآن متتالية حسابية، ملي قلت حسابية دير بين عينيك حسابية. أساسها دونك لدينا الآن حسابية، نكتب معطيات حدايا، و إي زيرو الآر نتاعها يساوي 9، أساسها وحدها الأول، و إي زيرو كيساوي 3. دونك السؤال الأول، عبر عن الآن بدلالة أن، عبر عن الآن بدلالة أن. دونك لدينا دونك نديرو ما هي واحد، إذا بصفة عامة تعبير أو الحد العام نتاع المتتالية الحسابية كيساوي ان ار زائد ايزر، يعني كيكون عندي ايزر مثلا الصلة تساوي ان في ار هي 9 ار، ان في 9 هي 9 ان، زائد ايزر هي 3. دونك هذا هو كتابة ان بدلالة ان سالينا. ثم تحقق ان اي 25 يساوي 228، و اي 25 خصنا نلقاوها 228. دونك اي 25 هي 9 في 25، اي ان هي 9 زائد 3، اي 25 هي 9 في 25 زائد 3، دونك تساوي 9 في 25 225 زائد 3 هي 228. اذا سالينا السؤال الاول. السؤال الثاني، حدد العدد الصحيح ان اذا علمت ان ان يساوي 201. راه عطاوني ان صاحبي، عطاوك ان هي 201، ما تخممش. كاين اللي كيجيب هذا السؤال يقول عمره ما درنا بحالو ولا عمره شفناه في الامتحانات السابقه. لا، شوف خدم عقلك. ان يساوي 201 و ان عندك هاي، ان هي 9، انت تقلب دابا على ان، هذا هو المطلوب منك. حدد العدد الصحيح ان، يعني كتقلب على ان يساوي 201، هاي ان على الطرف هذه كتساوي 201، يعني 9N تساوي 201 ناقص 3، يعني 9N تساوي 201 ناقص 3 هي 190 و 198 ياك، يعني N تساوي 198 على 9. الوغ إلا حسبنا 198 على 9 22، دونك هي 22، دونك هي 22، 22 زائد 3 زائد 3 205 204 205، دونك هي هاديك صاي. ألوغ السؤال الموالي 3، وحسب مجموعة، دونك إس تساوي اي زيرو زائد اي واحد حتى اي 25. الوغ القاعدة العامة هي أكبر حد هو 25 ناقص أصغر حد هو صفر زائد واحد على جوج، في الحد الأول هو اي زيرو زائد الحد الآخر هو اي 25 تساوي 25 زائد واحد هي 26 على جوج، في اي زيرو هي 3 زائد اي 25، اي 25 كان هي 228، صحيح. دونك تساوي ألوغ 26 على جوج هي 13، في 3 زائد 228 هي 231. ألوغ نحسبوها بالآلة الحاسبة غنلقاو 301 زائد 693
نديرها بالآلة الحاسبة ربما نكون غلط، وكان الحساب اللي عاودوا له بالآلة الحاسبة ربما نكون خطأت في الحساب وصحيح. ألوغ 8 4 أما العلاقات هما هذوك 100%، هذوك 8 رقم 4. ألوغ نسحب تعانيا كرتين من صندوق يحتوي على، دونك هو الصندوق نتاعي يحتوي على ثلاث كرات زرقاء ثلاثة بلو وخمس كرات خضراء، خمسة خضراء، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة فيغ. دونك هذا هو الصندوق نتاعنا. نسحب ثاني كرتين من الصندوق، يعني نسحب في آن واحد زوج كرات من الصندوق فيه مجموع خمسة ستة ثمانية، دونك آن واحد كنديرو السيف. دونك هذا هو عدد السحابات بلا ما يسولون عليه. السؤال الأول ما هو عدد السحابات؟ دونك نجاوب، عدد السحابات هو سي زوج من ثمانية، يعني زوج كرات من ثمانية، لأن يعني عندنا سحب آني تساوي ثمانية، عفوا تساوي أ جوج من ثمانية على جوج فاكتوريال تساوي ثمانية في سبعة على جوج تساوي أربعة في سبعة هي 28. دونك 28 هو عدد السحابات. حدد عدد السحابات التي نحصل بها على كرتين مختلفتين اللون. دونك زوج عدد السحابات لكي نحصل على كرتين من مختلفتين اللون هو، دونك شنو عدد السحابات؟ يعني مختلفتين اللون، يعني وحدة زرقاء وحدة خضراء. ستوب، يعني وحدة زرقاء كاين ثلاثة، و هي في وحدة خضراء كاين خمسة، تساوي ثلاثة في خمسة تساوي 15. دونك هذا هو عدد الاحتمالات. شوف التمرين الموالي، التمرين خمسة. الوغ احسب، دونك عندنا بعض النهايات بسيطة، ليميت اكس اونفير موا لانفيني نتاع اش تاع اكس بلس دو، هادي واضحة، كنديرو اكبر اس لانها حدودية. شنو هو اكبر اس؟ هو اكس، بقى اكس، اكس موا لانفيني هي موا لانفيني مكان والو. الوغ السؤال الحالة الثانية، كذلك كندير اكبر اس على اكبر اس، لان عندي لافيني، كيكون عندي لافيني كندير اكبر اس على اكبر اس، سواء في الحدودية او لا في الجذرية. يعني اربعة اكس على زوج اكس، نختزلو اكس مع اكس بقى اربعة على جوج اللي هي زوج، صحيح. الوغ الحالة الثالثة، ليميت اكس تنفير دو بلس نتاع تلاتة اكس ناقص خمسة على اكس ناقص زوج كتساوي، الفوق نعوضو مباشرة ثلاثة في زوج هي ستة ناقص خمسة هي واحد، كي نعوضو ثلاثة في زوج ناقص واحد، هنا إما صفر بليس ولا صفر موا، كي غندير نعرف نديرو الجدول مخسرين والو. هنا كندير إكس ناقص زوج هدا في المقام، هنا كندير إكس من موا لانفيني حتى بليس لانفيني، هنا كندير هذا الرقم الزوج هاد الزوج، الزوج كندير صفر، معامل إكس موجب علينا سالب هنا موجب، إذا زوج بليس على اليمين تاع الزوج عندي صفر بليس. الفوق تعطيني واحد على صفر بليس هي بليس لانفيني. دونك سالينا النهايات. سؤال زوج، احسب الدالة المشتقة اشتقاق جي فتحة لي اكس تساوي جوج اكس اس ثلاثة زائد ثلاثة اكس اس اثنان زائد واحد فتحة، هذا هو اشتقاق، تساوي يعني جوج اكس اس ثلاثة فتحة زائد ثلاثة اكس اس اثنان فتحة زائد واحد فتحة تساوي، هنا كان عندنا الاشتقاق هي جوج في ثلاثة ستة إكس أس اثنان، ثلاثة في زوج ستة إكس أس واحد هي إكس زائد واحد فتحة هي صفر صفر، دونك ستة إكس أس اثنان زائد ستة إكس سالينا بها أش فتحة، أش هي عبارة عن الجذرية ألوغ. كيفاش كنديرو القاعدة تاع الدالة الجذرية؟ كنديرو اشتقاق تاع لي الفوق في لي لتحت ناقص اشتقاق تاع لي لتحت في لي الفوق على المقام سيتنا، تساوي اشتقاق تاع لي الفوق هادي ستة إكس زائد خمسة بقينا ستة، لأن دايما أ إكس زائد بي ولا ناقص بي فتحة بقينا أ دايما، حقاش بي فتحة صفر تبقى أ إكس هي أ دايما،
إذا أنا عندي 6 إكس تحا دونك تعطينا 6 فاش في زوج إكس ناقص زوج ناقص اشتقاق تاع عدد رانا زوج 6 إكس زائد 5 على تساوي دونك نشرو 6 في زوج نديرو هنا 6 في زوج إكس هي 12 إكس 6 في ناقص زوج هي ناقص 12 ناقص زوج في 6 إكس هي ناقص 12 إكس ناقص زوج في 5 هي ناقص 10 على جوج إكس ناقص زوج كلو سي اثنان تساوي 12 إكس ناقص 12 إكس صفر ناقص 12 ناقص 10 هي ناقص 22 على جوج إكس ناقص زوج كلو سي اثنان صغير سالينا الاشتقاق نمشيو عند التمرين السادس الأرض من 6 اف دالة عددية معرفة على ار بما يلي دونك اف اكس هي هذه تساوي 4 اكس اس 2 ناقص 8 اكس زائد 3 معرفة على ار والسي اف هو منحنى دونك السؤال الأول احسب اف صفر دونك 1 وسات احسب اف صفر كنعوضو اكس بصفر هي 4 في صفر اس 2 ناقص 8 صفر زائد 3 دونك 4 في صفر هي صفر 8 في صفر هي صفر تبقى 3 اف لي باش نخرج زوج تساوي 4 في زوج اس 2 عوض اكس في زوج ناقص 8 في زوج زائد 3 تساوي زوج اس 2 هي 4 في 4 16 8 في زوج 16 16 ناقص 16 0 زائد 3 هي 3 ثم الليميت نتاع اف اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه كتساوي الليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه تاع اكبر اس هو 4 اكس اس 2 بلس لانفيني و سيتنا تبقى بلس لانفيني في 4 تبقى بلس لانفيني ليميت اكس طونفير موان لانفيني نتاع اف اكس تساوي ليميت اكس طونفير موان لانفيني نتاع 4 اكس و سيتنا نفس الشيء يعني موان لانفيني و بلس لانفيني كناخد اكبر اس يعني تساوي موان لانفيني الاس الزوجي تولي بلس لانفيني في 4 تبقى بلس لانفيني سالينا معايا ليميت السؤال زوج ا بين ان افتحه تساوي 8 في اكس ناقص 1 أور أف تحال إكس شنو كتساوي؟ هي الاشتقاق نتاع الحالة 4 إكس أس 2 ناقص 8 إكس زائد 3 فتحة يعني كتساوي الاشتقاق تاع الأولى هي 4 إكس أس 2 فتحة ناقص 8 إكس فتحة زائد 3 فتحة تساوي 4 في زوج 8 إكس لأن إكس أس 2 مرتبط بكل إكس ناقص الاشتقاق تاع 8 إكس هو 8 وهذا صفر إلا عملنا ب 8 تبقى على x ناقص 1 دونك صعيب لينا ادرس إشارة F تحت ثم تعجز بتغييرات F دونك لدينا زوج ثلاثة أو بي لدينا F تحت x تساوي صفر كنحلو هذه المعادلة يعني هذه هي F تحت يعني 8 في x ناقص 1 تساوي صفر يعني إذا كان هذا يساوي صفر يعني راه x ناقص 1 هو اللي كيساوي صفر يعني x ناقص 1 ضرب دورنا يولي x يساوي واحد وكنديرو جدول الاشارات دونك هادي اكس وهادي اكس ناقص واحد اشاره نتاع افتحه هو اشاره نتاع اكس ناقص واحد افتحها لاكس وهنا اف اكس هذا هو جدول التغيرات دابا جدول الاشارات هنا وجدول التغيرات هنا صحيح دونك من موان انفيني حتى لهاد الواحد اللي لقينا هنا بلس انفيني تقل الا عوضنا هنا بالواحد غنلقاو صفر معامل اكس موجب عناتو سالب زائد افتحها بحالها بحال هادي علاش هنا افتحها كتساوي هادي راه بحال 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 افتحها بحال هادي نفس الاشاره علاش هنا 8 موجب الور الاشاره نتاع هادي هو الاشاره نتاع هادي صحيح دونك هنا غتكون ناقص وهنا غتكون موجب يعني الداله هنا غتكون تناقصيه وهنا غتكون تزايديه وهنا غتكون ليميت في موان لانفيني لقينا بلس لانفيني ليميت في بلس لانفيني لقينا بلس لانفيني نحسبوها في واحد اف واحد الى حسبناها شنو نلقاوها اف واحد دونك عطينا 4 في واحد وسي 2 هي 4 8 في واحد هي 8 تساوي 4 زائد 3 7 ناقص 8 هي ناقص 1 دونك اف واحد هي ناقص 1 ندير هنا ناقص 1 صحيح السؤال 3 بين ان السي يقطع محور الافاصيل في نقطتين ينبغي تحديدهما بين ان السي يقطع محور الافاصيل في نقطتين دونك نكتب هذه النتائج هنا باش لان غنحتاجها في الرسم لقينا بانما اف صفر تساوي 3 لقينا بانما اف زوج تساوي
ثلاثة حتى هي صحيح، وهادو راهم دابا في الجدول كلهم صحيح. الله راه نمسح هاد الشيء هذا ونمشيو على السؤال الموالي، خصني ما نمسحش اف اكس. وبين ان السي يقطع، دونك السي ثلاثة، السي يقطع محور الافاصيل في النقط التي تحقق. شنو هما النقط بعدا؟ محور الافاصيل، شوف معايا مزيان، محور الافاصيل هو هذا، يعني كتكون ايكغيك تساوي صفر، ما كتكونش عنده ايكغيك في هذا المحور، اي نقطة من هذا المحور ايكغيك ما كتكونش، يعني ايكغيك هي صفر، وهنا كتكون اكس التي تحقق اف، يعني ايكغيك هي صفر، يعني اف اكس تساوي صفر، هذه هي المعنى ديالها، أنه دائما في محور الافاصيل كنحلو هذه المعادلة اف اكس تساوي صفر، يعني اف اكس شنو هي اف اكس؟ هي اف اكس غنقلها من هنا، هي 4 اكس تساوي 2 زائد ناقص 8 اكس تساوي صفر، ياك؟ وكنحلو هاد المعادلة هادي، دونك نديرو دلتا تساوي ناقص 8 أس 2 ناقص 4 في 4 في 3 تساوي 8 أس 2 هي 64 ناقص 4 في 3 12 في 4 48 تساوي 64 ناقص 48 تساوي 16. 16 موجب، يعني عندنا حلين اكس واحد يساوي ناقص بي ناقص جدر دلتا ناقص ناقص 8 هي 8 ناقص جدر 16 هي 4. ندير زير اكس، ولكن هاد الطريقة باينة، درنا واحد بحالو على زوج في 4 في أ، زوج أ يعني زوج في 4 تساوي القاعدة هي ناقص بي يعني ناقص ناقص 8 هي 8 ناقص جدر دلتا جدر 16 هي 4 على زوج في أ، زوج في 4 تساوي 8 ناقص 4 هي 4، زوج في 4 هي 8، يعني الا خرجنا نلقى واحد على جوج، اكس زوج كتساوي 8 زائد 4 بنفس الطريقة على زوج في 4، 8 زائد 4 هي 12 على زوج في 4 دونك هي 8، الا بغينا نختزلو ب 4 تولي لنا 3 على زوج، دونك هذه هي النقط. اذا كنقولو اذا سي يقطع محور الافاصيل في النقطتين الاولى عندها واحد على جوج، الا ما بغيتش تختزل خليها هادي صفر، والزوجه عندها ثلاثه على جوج صفر صحيح. السؤال الاخير انشئ السي، رسمو المنحنى، فوق عندي شحال شو رسمو المنحنى هنا. السؤال الاخير غادي نرسمو هنا، دونك نرسمو واحد المعلم هادي نديرو تدريجات مزيان. اولا نرسمو هاد النقطة هاد القيمة الدنيا هادي، في الواحد عندنا ناقص واحد، في الواحد عندنا ناقص واحد، هادي هي قيمة الدنيا، في الواحد عندنا ناقص واحد، هادي هي قيمة الدنيا. تاني نشوفو صورة بعض الأرقام، اف صفر تساوي ثلاثة، اف صفر كتساوي ثلاثة هاهي متفقين، ثم اف زوج كتساوي ثلاثة، اف زوج كتساوي حتى هي ثلاثة، إذا المنحنى غيكون بحال هاكا. عفوا سمحوا لي باقي جوج حوايج مدرناهمش، فين كيقطع محور الافاصيل؟ في الواحد على جوج وفي ثلاثة على جوج، واحد على جوج هي 0.5 هنا، وثلاثة على جوج هي 1.5 هنا، يعني كيقطع المنحنى كيقطع محور الافاصيل هنا وهنا، واحد على جوج وثلاثة على جوج. إذا بغينا نرسمو دابا المنحنى، غنطلق من هنا من هاد النقطة هادي، ويدوز على هادي ويطلع ويفوت على هادي. هاكا، دونك هذا هو المنحنى تاع السياف. إذا انتهى الامتحان، ونتمنى الله يوفقكم، نتلاقاو إن شاء الله العام الجاي في دروس أخرى، الله يوفقكم.